صراحة يا جماعة الجو النهاردة حلو جدا والله. جو الواحد سبحان الله اختار وقت مناسب إن هو يطلع يعمل رياضة المشي. صراحة الجو النهاردة حلو، نسمة هوا حلوين، ودرجة الحرارة العالية خفت شوية في اسكندرية. وصراحة يعني الواحد كده إيه، عايز أقول لكم نصيحة يا جماعة، نصيحة للناس اللي بتنكد على بعض، نصيحة للناس اللي بتغفر الله العظيم لأن احترامي، الناس اللي ما بتحب تسعد قلوب بعض ولا بتحب تسأل عن بعض ولا تقول كلام حلو، ده يا جماعة غلط يا جماعة. أنتم فين وإحنا فين وإحنا فين؟ غلط يا جماعة. غلط. والله في ناس تحتها ارتفع، في ناس ماتت وتحتها علي بسبب كمية الحزن وبسبب كمية القرف. غلط يا جماعة. الدكاترة حتى بينصحوا لك غلط، أوعى الحزن زيادة وأوعى الهموم والمشاكل زيادة. لازم يعني الواحد يعني قدر المستطاع يا جماعة، يعني القلوب عايزة الكلام اللي يفرحها، الكلام اللي يسعدها، الأخبار اللي تفرح، مش عايزة كلام كل يوم نكد وكل أسبوع نكد ولا كل مش عارف سنة نكد. كده غلط يا جماعة. النفسية مش ناقصة هي أحزان وهموم وقرف وأطران. يعني الحياة بتعرفكم بتعلمكم، بتقول لكم بلاش حزن وبلاش كآبة. وشكرا لكم، أتمنى أنكم تتفاعلوا في القناة.